أوقعت فعاليات مهرجان شموع العطاء الذي استضافته دار الأسد للثقافة والفنون لتشمل رسم الكاريكاتير والسينما، فضلا عن تكريم شخصيات ومؤسسات ساهمت في التصدي للحرب الإرهابية على سوريا. المهرجان الذي نظمته شركة همسة بالتعاون مع عدد من الجهات والشركات العامة والأهلية والخاصة تضمن معرضا لرسم الكاريكاتير للفنان نضال ديب، كما عرض خلال المهرجان فيلم الله معنا سيناريو إخراج يزن نجدة أنزور بطولة الفنانة تولاي هارون عن أم تودع ابنها الذي انضم إلى صفوف الجيش العربي السوري، حيث التقى هناك شابا آخر وخاضا معا معارك ضد الإرهابيين. كما يعرض الفيلم مدرسة للأطفال تتعرض لقذيفة هاون فتودي بحياة بعض التلاميذ ويهرع الأهل لإنقاذ أطفالهم. بعد ذلك قام وزير السياحة المهندس بشر اليازجي ومدير شركة همسة بتقديم دروع تقديرية لنائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة العماد فهد جاسم الفريج ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم ووزير الداخلية اللواء محمد الشعار ووزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية الدكتور علي حيدر ومفتي الجمهورية العربية السورية. كرموا هؤلاء الذين بذلوا أرواحهم وثبتوا في سوريا وصمدوا في سوريا لأن الله معهم، فالله هو الذي كرمهم أولا بانتصار سوريا وكرمنا جميعا بانتصار هذه الأمة على 100 دولة أرادت إذلال سوريا. هذه الذي رأيتموها اليوم حفلة هي رسالة أكثر منها حفلة تكريم، رسالة لكل من غادروا سوريا وتركوها، نقول لهم انظروا لمن غرسوا سيكرمون، فالله كرم في التاريخ القرآني الكثير الكثير من البشر، وكرم النبي يوم صبر مع أمته وصبر على أمته فكرمهم فجعله مع الأنبياء إماما. اليوم شاهدنا أعمال لشباب سوري واعد وأمكانات جديدة تطل من رحم الأزمة. خلال 6 سنوات من الأزمة كان يظن العالم بأنه لن يبقى إلا الدمار والخراب والسواد والموت. نرى اليوم إنتاج وعمل وفن وثقافة وإبداع وتكريم وتزيير لكل هذه القيم التي تثبت بأن الشعب السوري انتصر على الأقل بالمرحلة الأولى في أنه حافظ على استمرار هذه الحياة التي سيجودها بالمستقبل بمشروع يخرج سوريا من أزمتها ويحقق الانتصار على الإرهاب ويقدم مشروع أجمل لسوريا القادمة. وتم تكريم الفنانين دريد لحام وحسام تحسين بيك وطاهر ماملي وناديم وسلافة وخرجي والراحل رفيق سباعي، فسلمها الفنان ممدوح الأطرش، إضافة لقنوات سما وروسيا اليوم والمنار والعالم والميادين. أحب أقول لهم أنه أنت ما فيك تعرف شو ممكن تعمل لتجرب، جرب فشال بتجرب، لأنه حتتعلم أكيد من أي لحظة فشل، حتتعلم أنك ما تكرر هذا الفشل بتجربة تانية بنفس العناصر، غير بعض العناصر وجرب مرة تانية. أنا بعتبر أنه هذا التكريم وخاصة نوعية هذا التكريم يختلف تماما عن كل التكريمات السابقة. أول شيء بحط أنا التكريمات اللي بتجينا من الجهات الرسمية بحطها بالدرجة الأولى، لما بتتكرمي رسميا من الجهات الرسمية من بلدك بالدرجة الأولى. بيجي هذا المهرجان بعده لأنه الأبناء الأبرار لهذا الوطن يلي هن حابين يقدموا شيء ويقولوا شكرا للناس اللي وقفوا وصمدوا وضلوا بالبلد ما طلعوا، بيكون هن فعلا أبناء يعني أوفياء صادقين حابين يعملوا احتفالية بهالانتصارات العظيمة اللي عم يحققها الجيش العربي السوري. ترك للناس بس تشوف يعني وتعطينا بالنتيجة، نحن حكينا بصير في مبالغة بالحكي، بيعطونا هن النتيجة شو قدرنا نحن نعمل. حاول أنه فعلا أنه نطلع من هاي الأزمة وأنه ما زلنا موجودين ونحن عايشين وقادرين نكرم بعض ونقول كسوريين لأي تدخل خارجي، لأي حدا ممكن يأذي بلدنا، أنه نوقف بوشهم ونصمد، وأي سوري في أي بلد إن كان لمجرد أنه عرفوا سوري فهو بأنفه شامخ. التكريم لشخصيات وطنية ساهمت بالحفاظ علينا بهي الأزمة، بالصمود أمام المغريات أمام الصعوبات أمام كل شيء، ظلت صامدة ظلت واقفة مواقفها الوطنية. بالمقابل نحن حبينا نعمل شيء تكريمي بسيط يليق بهي الشخصيات.
كما شملت قائمة المكرمين المدير العام للهيئة العامة لمدارس أبناء وبنات الشهداء شهيرة فلوح، ومدير الهيئة العامة لإذاعة والتلفزيون عماد سارة، وعضو مجلس الشعب رئيسة مجلس أم الشهيد جان سيد قازان، ومدير الجمعية السورية للخيول العربية الأصيلة محمد الوادي، والمسؤول الإعلامي في اتحاد الفروسية رائد الحلبي. واختتم المهرجان بأغنية الله معنا سوريا علمها بيجمعنا بمشاركة نجوم الغناء عماد رمال ومحمد قباني ويزن ونور عرق سوسي وهالة القصير وإناس لطوف.